السباحة والبطل الأولمبي أسامة ملولي أكيد وجه كنا حكينا عليه منذ أيام في إيكو سبور، وجه مكتوب لوزارة شؤون الشباب والرياضة فيه تظلم من كيفية المعاملة من جامعة السباحة، وطالب بالتدخل العاجل لإنصرافه من المظالم اللي قاعد يتعرض عليها بطبيعة حد تعبيره هو، خاصة إنه واثق من قدرته على تألق وإهداء تونس ميدالية جديدة في الألعاب الأولمبية القادمة. ملولي كان اشتكاه في مراسلته من الصعوبات المالية اللي يعيشها ومن حالة التجاهل والمبالاة اللي يجدها من مسؤولين في الجامعة التونسية للسباحة. على هذيك موجود معنا بالتليفون اليوم أمينة المال للجامعة التونسية للسباحة مدام هدى جلال، موجودة بالإجابة على أسامة ملولي. مدام هدى أهلا بيك. مرحبا بيك سام. مرحبا بمستمعي إكسبريس أف أم. نحب نعرف موقف الجامعة من الكلام هذا اللي كنت تسمع فيه. والله أنا توا مازلنا كي سمعنا اللي هو بلغ تظلم من طرف الوسائط وزارة الشباب والرياضة، باللي إسلام نحب نوضح نقطة، راهو أسامة الملولي ما عندوش مشكلة شخصية مع الأشخاص، راهو ملف أسامة الملولي قاعد يتدرس وفقا شنو اللي تم اتفاق عليه في الاجتماعات السابقه مع سلطة الاشراف. خرجنا باتفاقيات، فما عناصر جديده ظهرت في ملفه، اتفقت الوزاره واتفقت الجامعه في طريقه في التعامل معه، وتم توجيه المخرجات هالريونيون هذوما للصباح وعنده علم بهم، راه ماهوش جديد عليه معناها من الموسم الفارق. من شنو اللي صار؟ شنو تبدل؟ شنو الاشكال؟ هو مش اشكال بالنسبه لاسامه الملولي، تقدم بطلب من 2016 اسامه الملولي ما فماتش نتائج على المستوى الفني، صارت اشكاليات ماليه على اثر محاسبته ومطالبته بتقديم مؤيدات الصرف، اتخذت الجامعه موقف اللي هو نعاودوا نبلوروا بطريقه جديده نتعاملوا فيها مع اسامه الملولي، ما نجمش نعطيه الفلوس باليمين وانا نطالب فيه في اليسار بحاجات اخرى بمبالغ اخرى. دونك اتفقت الوزارة والجامعة على أنه هي الجامعة تتكفل بالمصاريف الكل، هي اللي تصرف، هي اللي تخلص الوطلة، هي اللي تخلص التنقل متاعه وتعمل كل شيء. المبدأ العام اللي قاعدين نحكيه فيه أنه أسامة الملولي قاعد يتعرض للمظلمة وقاعد يتعرض معناها لصعوبات مالية، أنا ما نجوش نحكي على صعوبات مالية، يعني ما نجوش نحاسب أسامة على الفلوس اللي خذاها الكل ما نعرفش عليه وين صرفها. هذه حاجة. ثاني حاجة، أسامة الملولي باتفاق مع الوزارة قلنا راهو تواجده في أمريكا حاليا لا يلزم لا الوزارة ولا يلزم الجامعة، هو اختياري، هو اختار أن يكون في أمريكا. دونك بالنسبة لنا احنا والمشاركة السادسة راهي تبناتها الجامعة، راهي قالت أوكي احنا موافقين باش أسامة يشارك للمرة السادسة في الألعاب الأولمبية، وسيتان إكسبوا اللي ما حقه حتى حد ونجم يدخل به حتى كتاب إيجينس. تبقى راهو الإشكال والبروبليم هي في طريقة التصرف في الأموال مع أسامة الملول. باش تضطروني باش نقول اللي فما تتبعات جزائية تمنعني باش نتعاقد مباشرة مع الصباح، شنو تم الاقتراح وروقع إعلامه به وبدأ تنفيذه من عام ناوي. المبدأ هذا أنه أسامة الملولي يدخل في إطار نشاط المنتخبات الرياضية الكل، تتوفر له مبلغ يقع المناقشة شنو هما ليزيشيونس اللي باش يشارك فيهم، ونحدد المبلغ اللازم اللي باش يلزمه باش يتنقل به من اقامه واعاشه، وشكون يتنقل معه وفقا لامكانيات الدوله. زاد راهو الدوله توا في فتره عايزين باش نوفروا احنا مئات الدولارات باش نبعثهم لامريكا. انا نقول لك الدوله توا عايزه اداره الحي الوطني باش تحلي بيسين رادس للمنتخبات وللجمعيات، خاطر بروبليم باش ما عندهاش كيفاش تخلص فاتوره الماء وفاتوره الضوء، دونك تقتصد باش ما تحلش الباسان البراني، تقتصد في الامكانيات الماديه نتاعها نظرا للصعوبات الماليه اللي قاعده تمر بها. من المعقول صرنا نحكيو على فاتوره ماء وفاتوره الضوء معناها في دوله معناها كامله؟ اي انا اتحدى اي شخص يقول لي توا علاش مصباح رادس مش محلول البراني. قالك يحل على شهر يتكلف لي تيل مونطون ضو تيل مونطون معناها صيانه وما نعرفش ترى شنو. دونك بالنسبه لي احنا مصباح رد الى حد الان ما تحلش. علاش؟ فوت دو مويان، فوت دو مويان للدوله لاداره الحي الوطني، فوت دو مويان للناس الكل، الجامعات الكل قاعده تشكي. هل يعقل خلينا نستعمل كلمه عبد وين، هل يعقل انا انسان مقيم في امريكا اختار ان يقيم في امريكا وتم الاتفاق وعلمناه وأكد أنه وقع إعلامه أنه راهي إقامته في أمريكا ما تلزمش الدولة، لأنه أنهى دراسته أنهى كل شيء وقامت به الدولة حسب إمكانيات، توا حسب الإمكانيات المتوفرة
بعث هو بروجرام تكنيكي للوزارة وليس للجامعة، باش نوضح لك نقطة، حالته علينا الوزارة، رجعنا احنا قلنا نفعلوا لي ديسيجن اللي تم اتخاذها اللي هي انه النشاط تاع أسامة الملومي يقع اتخاذه ونحن نقولوا نصرفوا عليه في اطار نشاط المنتخبات الوطنية. شو معناها؟ معناها كيمشي تمشي كيب ناسيونال في ستاج في فورومو ولا في سيرا نيفادا كيما هو متعود يقدم لنا، هو يكون موجود ضمن شنو الإشكالية في أنه إحنا الجامعة تراقب المصاريف؟ شنو الإشكالية؟ هذا أنا اللي نحب نطرح السؤال يا سلام، شنو هو الإشكال أنه إحنا نراقبوا صرف المبالغ اللي تمشي له هو؟ لأني أنا عندي بروبليم ما نجمش نتعاقد معاه في إطار عقد أهداف قائم الذات لوجود تتبعات جزائية في الغرض، ما نجمش نعطيه فلوس للستاف تكنيك طاقم فني قدمه هو الستاف تكنيك، انا ديجا مشكلتي القائمه بيني وبينه هو الستاف تكنيك نتاعو اللي قد ما وخرنا وقد ما اعطينا فرصه لاسامه باش يقدم ما يفيد خلاص الستاف تكنيك الى حد هذا اليوم ما عندناش ما يفيد المبالغ اللي تبعثت له بارفيرمون كيفاش وصلت للستاف تكنيك نتاعو، عمليه بسيطه جدا راه ماهيش راه ملف اسامه ماهوش المشاركه السادسه راه مشاركة السادسة اتفق عليها الجميع أنها واردة وموجودة ومرحبا بها ويتفضل اللي يباشر نشاطه في تونس ونبعثوه ويمشي الاستاجات اللي تقدرهم زاد الجامعة وتقدر الوزارة حسب إمكانياتها. أنك تطلب 500,000 دينار لمشاركة سادسة، أنا قعدنا كوزارة بعثنا للوزارة وبعثنا للواحد قلنا مبالغ مشط ومن حق الجامعة ظهر لي أنها تبدي رايع أنه مبالغ مشط. فمش مانع ظهر لي انه احنا نحاسبوا نحس وكانكم كانكم مش مأمنين معناها باسامه في المشاركه السادسه، معناها هذه برشا كانوا مشاركات اللي قبل. لا لا فديتو شوف اسامه خاطر كيف ما كان فما تقشف في الاعتمادات نتاعو. للامانه للامانه اسامه كان صادقا في قوله، اش قال؟ قال انا نحب نشارك للمره السادسه نحقق ترشحي للمره السادسه، ما جاش قال باش نصعد بوديوم، يعرف امكانياته ويعرف روحه وين يوصل وكان صادق ما حبش يتجاوز معناها يعطي احلام اخرى، لا بالعكس قال انا نحب نشارك للمره السادسه باش نترشح باش تتسجل له في البالماريس نتاعو، وتم الاتفاق اللي اوكي متفقه الجامعه مع الوزاره مع المتداخلين في ملف اسامه، لانه ملف اسامه راهو داخلوا فيه برشا من الناس برشا برشا، كل مره نلقاو احنا انترلوكيتور يحكي معنا. دونك أسامة وافقت عليه الجامعة فماش مانع، سجلناه في مراحل اطلبها باش يترشح، ينسحب في آخر لحظة لأسباب ما نعرفوش احنا نجهلوها، من عارفش ما نجمش نحددها شنية، ثم يجي في آخر لحظة يقول أنا نعاني صعوبات مالية، موجود أنا متواجد في أمريكا نعاني في صعوبات مالية، أنا ما نجمش نجزم باش علاش يعاني في صعوبات مالية، لكن احنا كجامعة وكوزارة وسلطة إشراف اللي هي محضر جلسة نعطيك حتى الدات نتاعو يا إسلام اللي هو 3 ديسمبر 2019 تم الاتفاق على كيفية التعامل مع ملف أسامة الملوي اللي هو الفصل بين ما هو رياضي وما هو قضائي. خلي القضاء ياخذ مجراه ونجي نحكيو سبور. حكينا سبور عطيت انت بروجرام قلنا لك راك تواجدك في امريكا لا يلزم الجامعه او الدوله في شيء، لانه المصاريف بعضها ما تنجمش نشكل، وسامحني نفسر لك بطريقه اخرى، الطريقه الوحيده اللي نجم تبعث بها فلوس الاسامه الامريكيه هي ابرام عقد اهداف. العقد الاهداف احنا كجامعه وكوزاره اتفقنا انه اسامه ما عندوش عقد اهداف، عنده اشيونس اللي هي رغبه شخصيه هي المشاركه للمره السادسه، نقيمها القالب القانوني والمالي باش يشارك للمره السادسه فقط. ما فماش اشكاليات اخرى غير هذا ما تم الاتفاق عليه. علاش ديما فما اشكاليات مدام بين الملولي وجماعه السباحه؟ ديما هذا ما قبل. العفو سامحني ما سمعتكش. علاش قلت لك فما ديما اشكاليات حتى من قبل مش من تو ديما بين اسامه وجماعه السباحه؟ نرجع احنا انا اسامه الملولي دخلت المكتب هذا في 2012 على حد علمي انه عنده مشاكل من قبل 2012. اي من قبل مع المكتب السابق ديما هذا المشاكل الذي يسبقه، ودائما نفس الاشكال هو رفض اسامه الملولي انه يتحاسب او يعامل كرياضي عنده منحه نتاع دوله يلزم يتحاسب عليها. راهو يا اسلام الفلوس اللي نعطيو فيها ماهيش فلوس الجامعه التونسيه للسباحه
فلوس شخصية متاع أمينة المال أو رئيس جامعة أو أعضاء، هي فلوس الدولة. مطالبين أحنا سويفون مراسلات تجينا من الوزارة باش نقدموا دي بياس جيستيفيكاتيف أون كونتر بارتي. ما عنديش البياسات ما تسيبلكش الفلوس الدولة راه، والدولة ماهيش ممثلة في أمين مال الجامعة، لا الدولة في هيكل الرقابي اللي هو الكوميسير او كونت نتاع الجامعة اللي يرفض المؤيدات، ومن بعد نتاع الدولة التفقدية، بعد التفقدية تلقى مصالح مراقب الحسابات نتاع الوزارة، ومن بعد تلقى دائرة المحاسبات وهي لما جات. دونك سلسلة متواصلة نحترموا فيها احنا القانون. وسامة قال هالكلمة واضحة معناها بيت علاش تبدلت طريقة التعامل معاه، قلنا له راهي الدولة كلها تبدلت، راهي الناس كل قاعدة تحاسب وحاسبوني تلبغي. كل انسان يخفي فلوس من الدوله ينسي يقدم المصرفه، عمليه بسيطه جدا. وكما سبقت ووضحت راه اسامه ماهوش مطالب باش يثبت شنو اشرب قهوه ولا شنو اشرب تاي ولا شنو استعمل برفان، راه مطالب عنده مبالغ اللي هي 147,000 دولار ترصد للطاقم الفني نتاعو كل عام، هذا المبلغ الاصلي اللي موجود في العقود. وساعات يطلب ديزيكستونسيون، معناه يطلب مبالغ زايده للطاقم الفني، خاطر في وسط العام ساعات يهز انترونير اخر او كيني اخر غير اللي اتفق معاه، يوصلوا حتى ل 60,000 دولار، راه ماهوش مبالغ هين. مطالب هو في المقابل كيما نبعث لك انا بار فيرمون للكونت بانكير نتاعك في امريكا، انت مطالب باش ترجع لي كيفاش خلصت الناس هذوكما والوثائق المؤيده للصرف. فما العيب في ذلك؟ واضح. فماشي مجال مادام تتحل شويه المشكله هذه وتصلح الوضعيه. محلول الاشكال محلول، احنا جاوبنا الوزاره في اطار الواحد، قلنا يتفضل اسامه هاما المقترحات نتاع الجامعه، هاو كيفاش باش نصرفوا عليه، هاو كيفاش احنا مستعدين. نعطيك اكزامبل بسيط جدا يا اسلام، طلب ان يتم تسجيله في مرحله من المراحل الترشيحيه اللي هي قطر، بعثنا له بريد الكتروني ايميل يا اسامه من فضلك بكل معناها تربيه واخلاق عاليه، أسامة الرجاء منك موافقتنا باللي تينا غير دو فول نتاعك، معناها وين متمجد انت باش احنا نقتطعوا لك البي نتاع السفر نتاعك ونحجزوا لك في الفندق. انا مانيش نحجزوا له في فندق يا اخي تروزيتوال، ونعرفوا يا اخي أسامة ونعرفوا حب هو يقص وحده. لا التزم الصمت، ومن بعد ثلاث ايام جاوب قال لي انسحب. اي حب هو يقص وحده ياخذ فلوس ويقص وحده هو، هذا اي هو هذا الاشكال. أسامة يحب ياخذ الفلوس في يده ويقص وحده ويتصرف وحده، ونقعدوا احنا نطبوا هي تعطينا الفلوس. وسبق وقلت نظرا للتكوين القانوني ما نجمش نتكلم على ملفات منشوره امام القضاء، دونك الجامعه باش ما تحرمش الصباح من المشاركه السادسه قالت اوكي نتعامل معاه لكن نغير الطريقه نتاع التعامل. انت تقول لي وين تحب تمشي وانا نصرف نحجز لك ونخلص لك، شنو الاشكال؟ ما حتى اشكال انك تطلب مثلا حجز في نزل من النزل نتاع قطر ولا غيره، احنا نحجزوا لك. تلقى بلاصتك وتلقى التذكره نتاعك كيما سبق عملنا لك. ومع العلم يا اسلام للامانه راهو التزم بهذا الاتفاق، عملناه وبدينا التطبيق ثم تراجع. وين وصلوا مدام القضاء اللي قدام القضاء؟ اش بيهم؟ وين وصلوا؟ فما تطور جديد ولا؟ والله انا نحتفظ بالرد لانه يعني فيه مساس بالقانون على خاطر، لكن فما تطورات وقع سماع الناس كل راه جميع الاطراف من الجامعه من المعنيين بالامر، وكذلك حتى الناس استانسوا الشهود من سلطه الاشراف، معناها الملف مفتوح امام القضاء امام الفرق المختصه، زوج ملفات هما كبار. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك مدام هدية على كل هذه التفاصيل. وشكرا على الفصحى اللي عطيتها لي باش وضحت هذه النقاط، شكرا جزيلا. مرحبا، دونك هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي، اليوم الخمسة بتاع العشية، شكرا أحمد أبو الخوجة في الإخراج، شكرا أيضا ناصر ساكري في الأمن لكم اللايف ستريمينغ على الفاجئة فيسبوك، نحن نتقابلوا غدوة كالعادة في نفس التوقيت من 3 للخمسة على إكسبريس أفير، مجمل تحيات إسلام المتبع.